الممثلتين المفضلات مع بعضهم. ها Amazing. انا هعمل انترفيو. شو انت انترفيو؟ لا صبحي كنا مستنيين الهواء وبعدين جيتي انت، فمش عايز يخسرنا احنا الاثنين، فيلا بينا يا نادي. لا بس كمان انتوا الاثنتين مرشحين عن جائزه الممثله المفضله، يعني محطوطين بنفس هي عندها اثنين. تعي تعي تعي. هي عندك هي عندها كيرا والجن. بس اعطونا المايك اللي هون. بالله انا ضمنت اشتغلت كثير السنه دي عشان اضمن. عن جد حبيبتي انت، ولسه عاملين دعايه مع بعض انا ونادين. ان شاء الله المره الجايه فيلم او مسلسل. ها هذا عم باخذ من عندك بكره حالي انه صدقت الخبر اللي انت عم تعمله معي مقابله. دخلك انتوا كنتوا اصحاب قبل ما تعملوا الاعلان مع بعض ولا مش كنا تقابلنا بالبنا. يعني نحن كنا نلتقى بالايفنت ونتابع بعض على انستغرام. يس بس في انه في احترام ومعزه وهذا اهم شيء. يعني انا بشوفها ممثله مميزه جدا جدا جدا، قوية و very charismatic. Thank you so much. ما راح أحكي أنا لأنه أنت سابقة بهيدا الشيء. هلا كنت عم بعمل لقاء مع ست هدى حسين اللي هي مرشحة معكم. طبعا فقلت لها مين بتختاري أنت؟ أم نقيتكم اثنيناتكم. الله شرف. والمشكلة أنا كمان نفس الشيء. أنا إذا بنسأل هيدا السؤال بقول إنه فعلا نحن كلنا بنستاهل الحمد لله، لأنه كل واحد اشتغلت لعبت من كل قلبه، ومجرد إنه نوصل للفاينلز خلص يعني الحمد لله كلنا ربحانين. الحمد لله. بتعرفوا شو المشترك بين مسلسلاتكم الاثنين؟ شو؟ انه اثنيناتها اللايت كوميدي. صح مزبوط. هو دايما اللايت كوميدي بيوصل للناس اسرع، بيوصل على القلب على طول. والناس تعبانه وعايزه تضحك. صح. نادين لما العالم شافوكي بمصر كمان عملتي اعلان قالوا يمكن في فتحت مشاريع جديده. اكيد بمصر. هلا استاذ صادق في فتحت مشاريع جديده بمصر. مساء الخيرات حبيب قلبي. كثير معزوق معكم حبيبي. يعني اثنين وبعدين فيهم شرش لبناني وتونسي. ايه صح. فانت هيدا شيء خاص. يس. يعطيكم العافيه. ثانك يو حبيبي. انت هون ملطش. ايه انا عن جد بتعرفي هيدا اللي بياخذ كوفي على الكورنر مشان يلطش كل الحال. دايما ابني دايما كده. ايه ممكن اضم حدا ثاني معكم؟ تفضل. اكيد استاذ مصاي. احتمال النصاب. اهلا مرحبتين. كيفك حسين؟ اهلا بي هند واهلا بنادين. اهلا بك. عم نفكر نطلب بينا شوي. حبيبي عم نفكر نطلب دليفري لانه قاعدين هون البرد. انا جاهز. انا منيح ماني بردان بس ممكن اكل. ايه نعم ناكل. نفس اللون. لا لحظة في حركة ما حبيتها. في مسجل. كيف يعني انه مثلا كيف زبطت هاي؟ ايه بنعمل فيلم نفس اللون اسمه نيفي بلو. وعيوني على نيفي بلو زبطت معكم. ليكي هي هي معناتها بلشت تغاري عليه من هلا. ما شفنا لسه واخيرا. لا استنى شوي حبيبي. اذا بتريد انا اعطيه بغار عليه. ما نطلب اكل على الهواء. شو بلشت تغار عليك واخيرا بغار عليك. انا من كل عمري بغار عليها كمان يا حبيبي. ما فينا بلا بعض والله. انا عايزه اشوفكم تاني مع بعض بليز. ان شاء الله. هلا يلا رمضان. مبروك هند. منكم وفيكم احكوا لها. ولا هند بدنا اياها تكون معنا قريبا. نتشرف ضروري كلها مع بعض. شرف لي انا ان شاء الله. الشرف تكون لما كثير حلوه يا حبيبتي. ان شاء الله عن جد نورتوا. بتمنى لكم عن جد كلياتكم يوم بالتوفيق. وثانك يو سو ماتش. شكرا على القهوه. ميرسي على البوفيه. ميرسي على الدليفري. وجودنا هون. شكرا على التنظيم الرائع. يس لا والله. شكرا السعوديه. شكرا الرياض. شكرا جوي اوورد. شكرا المنظمين. نحن عن جد فخورين بهذا المكان وسعيدين. فعلا تنظيم رائع. سعيده. ثانك يو سو ماتش. ميرسي صبحي. ميرسي.